من شهر اكتوبر والخاص ايضا بسن اللقاية على البركة. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، شوطنا الثالث عشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته. نسير ايضا مع المقدمة، ننطلق مع المركز الاول اختبار خلفان بن سيف بن سويدان الاكتبي من تاتي على الصدارة على المقدمة والمركز الاول، بينما الدخول في ثاني المراكز هناك من الاسماء القوية والعملاقة ايضا المشاركة في هذه الانطلاقة اللي وصلت ايضا هنا. مشاهدين الاعزاء لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي اللي هي وصلت ايضا المرخانية تصل في هذه اللحظات، بينما الجانب الاخر وصل هناك. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ايضا اسم جديد وتدخل من اللي هو وصلت الضيل مبارك بن سيف بن محمد الشدي المنصوري، بدأت تتدخل هملولة لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي وصلت في هذه اللحظات، وهنا ايضا ملوح لمبارك بن محمد الحب العامري اللي وصل في هذه اللحظات مع ملوح، وهنا ايضا الشايبة الحميد بن مبارك بن مسلم المنصوري قدم الشايبة هنا ليكون واحد من الاسماء ايضا القوية والعملاقة. هنا الغزي اللي سالم بن محمد بن سالم الشامسي وصل في هذه اللحظات يقدم الغزيل، وهنا شواهين هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري وصل في هذه اللحظات ليقدم شواهين ايضا واحدة من الاسماء القوية والعملاقة والمصنفة في هذا الشوط. ضبة وصلت خلفان بن محمد وخلفان الهاملي، وصل ايضا شعار الهاملي ليكون واحد من المنافسين هنا، ولكن العودة الى الصدارة الى المقدمة. عودة الى اختبار لخلفان بن سيف السويدان الاكتبي على الصدارة على المقدمة والمركز الاول، بينما هناك ملوح مبارك بن محمد الحب العامري وصل في ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت شواهين، يا سلام، هنا وصل هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري قدم شواهين، ولكن هنا ايضا القادمة ضبا خلفان بن محمد وخلفان الهاملي وصل في هذه اللحظات ليقدم ضبا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الرائع والجميل. هنا على المركز الرابع، المركز الخامس الوصول من هملولة فهيد بن محمد بن سعيد المري وصل في هذه اللحظات يقدم هملولة، وهنا شعار ايضا وصل الشامسي وصل مع الغزيل سالم بن محمد وسالم الشامسي وصل في هذه اللحظات، وهنا الدخول ايضا من خلال تواجد المرخانية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي وصل في هذه اللحظات، ولكن شعار بن حادة وصل هنا، شعار بن حادة ايضا يصل في هذه اللحظات اللي قدم لنا في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. يم عمر بن عبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي وصل ايضا هنا، شعار راعي ظبيان ليصل مع الشكل خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، يا سلام، اسماء قوية وعملاقة، انطلاقة ولا اروع هنا من خلال هذه المشاركات الرائعة والجميلة. اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة والكيلو متر الاخير، وصلنا هذا الكيلو، وصلنا هذا الكيلو، ولكن الصدارة وين؟ ملوح لمبارك بن محمد الحب العامري وصل في هذه اللحظات وغير مع ملوح في صدارة هذا الشوط على الانطلاق الأول، والأداء الجميل والرائع هنا مع ملوح على الصدارة على المركز الأول والانطلاق الأول. تأتي ملوح هنا لمبارك بن محمد الحب العامري هي من تتواجد على الصدارة. وصلت شواهين، وصلت شواهين، انطلقت شواهين، هناك هزاع سعيد بن سالمين المنصوري، ولكن ضبا 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 وصلت في هذه اللحظات خلفان بن محمد وخلفان الهاملي، يا سلام يا سلام، روح يا ود الغوشري هناك، ولكن شواهين القادم، الله يهم للقادم على المركز الرابع الغزيل سالم بن محمد بن سالم الشامسي، وصل وصل الشامسي، بدا يتسلل من عمق الميدان، يا سلام، ولكن شواهين هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري وصل، وصل رجل المفاجآت في هذه اللحظات ليقدم جلاده محمد بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري، ولكن شواهين هزاع بن سعيد بن سالمين والغزيل مع الشامسي، وهناك جلاده مع بن نصرة، شواهين 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 على الصداره، شواهين على المركز الاول، هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، المنصوري ينتصر في هذه اللحظات. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، ما قتل الغزيل سالم بن محمد سالم
الشمس المركز الثالث جلادة وصلت أيضا بشعار محمد بن مبارك وسالم بن نصر العامل المركز الرابع. وصول من ملوح محمد مبارك بن محمد الحب العامري المركز الخامس. هناك دخول من الشاهينية حميد بن عبد الله بشطيط الوهيبي. هذه هي النتيجة لنا عودة بالتوقيت الزمني من خلال هذه الأسماء القوية والمشاركة. ولكن شواهين هنا أيضا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هزاع بسعيد بسالمين المنصوري 6:09 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني اللي وصلت في ثاني المراكز أداء رائع نجومية كبيرة من الغزيل 6:09:05 من الثانية. تهانينا لسالم بن محمد وسالم الشامسي على فوز الغزيل بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث كان وصول أيضا من جلادة اللي فاجأتنا بالأمتار الأخيرة وأول مشاركة لجلادة بالفعل هنا من وصلت في هذه اللحظات محمد بن مبارك بن سالم بن نصر العامري 6:10 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لكل الفائزين.